وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. بداياتي طبعا كان من حوالي كان عندي 12 سنة تقريبا، دي كانت بداية ان انا اقرأ قرآن، يعني اقرأ اتلو القرآن، يعني لانه انا في سن 6 سنين 7 سنين كده بدأت ان انا اكون واعي واعي يعني للحياة وكده. ففوجئت بوالدي طبعا بصوته الجميل بأدائه الرائع، مش اتأثرت جدا بيه وبتلاواته، وحتى كان بيأخذني معاه أحيانا بعض الاحتفالات سواء في التلفزيون أو خارج التلفزيون. فحبيت القرآن جدا وأنا صغير، لحد ما وصلت حوالي 11 سنة كنت أتممت حفظ القرآن، يعني تقريبا كنت أتممته كامل يعني. فوالدي الله يرحمه الشيخ شحات أنور حب ينمي الموضوع ده عندي بطريقة غير مباشرة، لأنه كان دايما عنده ديمقراطية في البيت، ما كانش بيرغم أي حد على حاجة، ولكن هو أخذني إلى المسابقة العالمية اللي هي كانت بتحصل كل عام في ليلة القدر عندنا في مصر، وقدم لي في المسابقة حفظ القرآن والصوت، يعني دخلت بالقرآن وبالصوت والحمد لله طلعت الأول. كان عندي تقريبا 12 سنة وقرأت ليلة القدر، كان دي بقى الجايزة يعني إنك تقرأ أمام رئيس الجمهورية، كان الرئيس حسني مبارك الله يرحمه. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أنا والدي الله يرحمه كان دائما لما حفظنا القرآن كان يقول لنا لما تقرأوا القرآن لازم تقرأوا القرآن بأحكامه، ما ينفعش انك تقرأ عادي زي الناس، لان انت قدوة، المفروض انك قدوة هتعلم الناس القرآن، فالناس هتتعلم منك، لازم تقرأ القرآن مظبوط علشان الناس تتعلم منك القرآن القراءة الصحيحة. دي كانت دايما نصيحته لينا، نحفظ القرآن كويس، نقرأه أمام الناس بأحكامه. أنا بقول له طبعا بالمناسبة للشباب إن الأخ الكبير ده بمثابة الوالد، لازم تاخدوا بالكم منه وتهتموا بيه وتحافظوا عليه وتحترموه وتقدروه، لأن لو ما عملتش كده اعتبر إن حياتك هتكون غير سوية وغير مظبوطة. الأخ الكبير فوق إن هو أخويا الكبير، هو لما أنا ابتديت أقرأ القرآن هو اللي أخدني معاه في الاحتفالات في مصر وظهرني للناس، وكان بيخليني أقرأ معاه في الاحتفالات 5 دقايق وعشر دقايق والكلام ده. أنا افتتحت مدرسة في أندونيسيا قبل الكورونا على طول، يعني كنت في ناس عايزة تفتح مدرسة ويسموها باسم الوالد ويعلموا فيها القرآن بصوت والدي، فسموها مدرسة صوت الشحات. ده غير قبلها مثلا 2010 تقريبا على ما أتذكر في بريطانيا في مكان أنا فاكر اسمه برمنغهام، ده في مدرسة قرآن أيضا تعليم القرآن بصوت الشيخ شحات أنور. في بريطانيا 2010 على ما أعتقد، رحت افتتحتها وزرتها وقعدت مع الطلاب وكده. طبعا دولة زي باكستان فيها كتير مدرسة شيخ شحات، دول آسيا دول أفريقيا حتى جنوب أفريقيا أيضا. لا بريطانيا بقى كانت 2006 أول مرة طبعا وصلت،
كنت لسه بتعرف عليهم وبيتعرفوا عليا، كان لسه في يعني ايه معامله يعني رسميه شويه كده. في 2006 بعد ما روحت فوجئت ان بريطانيا انقلبت، فوجئت انها انقلبت من 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 ما حدش اعرف فيها حد خالص، ما اعرفش حد فيها، الى ان هم بيعملين يبحثوا ايه محمود، محمود محمود ده ايه الشحات ده، حتى سموني الشحات مش محمود يعني. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. كنت كان الشيخ أنور يفتتح اليوم المدرسي، الإذاعة المدرسية. أيوة صح، حضرتك فاكر الإذاعة المدرسية. بعدها بشوية محمد أخويا المستشار محمد كان صوته حلو برضو، فكان برضو بعدها هو بدأ يفتتح، بعدها أنا بعد ما كبرت شوية بقيت أفتتح كل يوم، نفتتح الإذاعة المدرسية بالقرآن كل يوم. كانت حاجة جميلة بتدينا طاقة يعني، قراءة وفي الفصل واحتفالات للمعهد، لو المعهد يعني كان فضيلة الشيخ الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق الله يرحمه، كان جه واحنا صغيرين، انا قريت في الحفله بتاعته، وقريت في حفله الشيخ برضو الامام الاكبر الشيخ محمد سيد طنطاوي في الحفله. كان جه قريت قدام المشايخ، المشايخ الازهر. ما انا كنت في المعهد دوت طالب، فتعالى محمود اقرا الحفله بتاعت شيخ الازهر كده. محمود اول مره اسمع. لا ما هو مشايخنا دول علمونا كتير يعني، الله يرحمهم يعني.